بسم الله الرحمن الرحيم نتكلم النهارده على الدي ان ايه بيولوجي في الدي ان ايه ريبليكيشن نتكلم على تضاعف الدي ان التضاعف معناه ايه ان دي ان ايه يدي نسخه تانية من الدي ان إيه يبقى دي ان ايه جيف دي ان ايه بسموه ريبليكيشن ذا بروسيس باي ويتش دي ان ايه از كوبيد دي عمليه من خلالها الدي يحصل uh, تضاعف ونسخ للدي ان ايه ال steps of the, the replication ايه هي خطوات التضاعف DNA replication during the chromosome duplication لما يحصل تضاعف للكروموزومات عشان يحصل يعني تضاعف او ازدواج للكروموزومات بدل ما يبقى single strand like this يبقى double strand like this أو دبل كروماتيد يعني وبالتالي لازم يحصل له ايه تضاعف لكميه الايه الدي ايه الموجوده في الخليه وده طبعا بيحصل قبل عمليه الانقسام في مرحله اسمها الاس فيس الموجوده في الانترفيس انا عندي خليه كده دوره الحياه الخليه فيها مرحله انقسام وفي بعد كده في الانترفيس والانترفيس ده متقسم الى ثلاث مناطق الجي 1 والاس والجي 2 الإس منطقة الإس اللي هي منطقة بيسموها DNA synthesis بيحصل فيها بناء ان اي يعني يحصل فيها replication لل DNA <hesitation> first step of the replication number one if you have double strand like this of DNA you have to unwind يعني تفردهم كده لما تفردهم كده بعد كده تيجي ت- تعمل breaks down للهيدروجين بوند بتوين ذا بز اللي يعمل الموضوع ده انزيم اسمه الدي ان ايه يبقى الهيدروجين بوندز بين ذا بيسز بريك اند دي ان ايه هيليكاز انزايم انوند ذا موليولز بيفرده ويكسر الرابط الهيدروجينيه ما بين البيزس عشان يبقى عندك تو ستراند طيب انا عندي ادي ستراند الاولانيه لو الستراند الثانيه اتش 1 اوف ذم اكت اس ا تمبلت بيقول لك ده بيسموه ا تمبلت 3 برايم 5 برايم and this is five prime, three prime. Each one of them act as a template. يعني الهيكل الأساسي اللي هتبني عليه الشريط الجديد. The nucleotides now move to the complementary position. لو أنا عندي هنا في الشريط الأساسي A, T, C, G, G, C مثلاً. يبقى النيو اللي هي كومبلمنت ويز الـ A الـ T الـ كومبلمنت T A G C C G and so on

joined together by DNA بوليمريز يجي بقى انزيم تاني اسمه انزيم الربط ما بينهم اسمه DNA بوليمريز ويعمل بالمرة يربطهم مع بعض القواعد نيتروجينية الجديدة يبقى انا بقى عندي دلوقتي الشريط القديم وجنبه كمان برضه الشريط التاني اللي هو نيو ستراند اوف ذا دي ان ايه together من اللي ربط كده وكون الروابط الموجودة دي اللي هو DNA بوليمريز طيب لو عندك في sometimes يبقى في breaks كده في الدين إيه ده مستمر اهو لكن يبقى في ده يبقى في بريكس كده جاب كده في الشجر في باك بون اللي يعمل لها سيلينج يلحمها كده على طول اللي هو اللايجيز انزيم بسموه انزيم الرابط او اللحم ده بيعمل سيلز لاني بريكس يعمل لحم لاي بريكس اي جزء متكسر فيه في السوجر فوسفيت باك بون وبالتالي يبقى انت عندك دلوقتي نيو دي ان اي مولكيولز جزيئات من الدي ان اي اه اه اتش 1 هذا البيرنت ستراند اللي قلت عليه اسمه التمبلت والنيو ستراند لما يبقى عندك دي ان اي اه حصل له اه ريبلكيشن بالشكل ده الدوبلكيشن او ريبلكيشن يسموه في الشكل ده السيمي كونزرفيتيف السيمي كونزرفيتيف او شبه التامولي او شبه البنائي ليه يسموه سيمي كونزرفيتيف اقول لك لان انا عندي الوقت الدي ان اللي هو ال5 برايم 3 برايم و3 برايم 5 برايم لما جاء دي ان اي هيليكيز اللي هو ذلك عليه عمل بريكس داون للهيدروجين بوند الخطوه الثانيه ان النيو nucleotides دلوقتي موف تو ذا كومبلمنتري بوزيشن A with T with G with C and so on. After that, I have the DNA polymerase which seals Uh, join the nucleotides together. If I have any breaks in the لو عند أي جزء متكسر كده في sugar phosphate متكونش الفسفوداي ester bond يجي انزيم اسمه ligase ويعمل sealing ل any breaks in the new DNA molecules uh, strand. So I have now old strand and new strand. This is template and new strand. This is a template, old strand, and this is a Uh, new strand. If you have one old strand and one new strand, this is, means I have semi conservative replication. So, what does it mean of se semi conservative? Two complete molecules present uh, with one old strand and one new strand. This is the gene strand. First step you have to separate the two uh, chain two strands together between uh, each other, and now the new strand is formed. Uh, each one for the other strand or the template. It yani is the chain used as a template to produce the new chain or new strand. This uh, DNA is a helix and has one old strand and one new strand, and in this case, this is called semi conservative. Uh, this also shows a semi conservative. Uh, DNA، I have 3 uh, leading strand وده strand 3 برايم 5 برايم وده 5 برايم 3 برايم دي breaks down the bondage between the uh, strands and لك تبقى مستقيمة كده يجي بعد كده nucleotides move to the complementary position يجي DNA polymerase We are joining between the new nucleotides to form the new strand and so on until the DNA Is uh, completed now. I have one old strand and one new strand, one old strand and one new strand. This is called semi conservative complication, uh, replication. This also to show how the bonds between the A and T double hydrogen bond and C and G triple hydrogen bond and the link between the nucleotides together by phosphodiester.